جالسة الحالة الساعة 2 بالليل ترقص وتستهبل وتصور فيديو بالتيك توك، ولكن ما كانت تدري من اللي راقبه. طبعا هي إماراتية لأن ترقص رقص إماراتي أو ممكن السعودية أو استرالية، والله أني ما أدري. طبعا تقول كنت ترقص وأستهبل بغرفتي الساعة 2 بالليل، فجأة يوم صورت الفيديو وجيت بعدله لاحظت أن وراي أحد. أبي أوريكم الفيديو، أمسكوا عقولكم قبل الطير، واللي يخاف ما أنصح بالمشاهدة، خلوكم مع الفيديو. طبعا حطوا انفسكم بالموقف، تخيلوا تصورون فيديو يوم تستعيدون الفيديو تلاحظون هذا طلع بغرفتكم. طبعا انا توقعاتي انها كانت تصور فيديو بالتيك توك، والصدفه اختها دخلت وكانت لابسه عبات، ونفس الجوال افلاش عكس الضوء على عيون اختها واصبحت اختها كانها جني. قامت قالت خلنا ننزل الفيديو ممكن يسبب ضجه، هذا خيالي. لكن بعيدا عن كل شيء وخلونا واقعيين، ما تحسون ان مرات عكست مقبض الباب واصبح بمرات مقبض الباب كانه وجه نمر؟ وجه نمر بس مهموم. يا ضحك يا ضحك الو روح فين؟ السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم كل خير. المشكلة اني مثلكم ما ادري وش المقطع اليوم. طبعا كالعادة بفتح التيك توك واخذ المقاطع اللي مسوي لي منشن عليهم وانزلهم لكم باليوتيوب، وشكرا لكل من يسوي لي منشن بالتيك توك على مقاطع مثيرة للاهتمام. بس لا تنسى تسعدن باللايك اذا كنت مشترك قديم عندي، واذا كنت ضيف جديد على قناتنا اشترك واسعدن. والله اني ما ادري ايش جالس اقول انا. الوكاد خلونا مع الفيديو. ثاني فيديو مرعب، هذا شخص مشهور بالتيك توك، صور صورة هو واخوياه 1 2 3 4 5، ولكن ما كانوا يدرون من ضيفهم اليوم. أبي أوريكم الفيديو الحين، لكن امسكوا لعقولكم قبل الطير، خلوكم مع المقطع. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. اللي قلبه قوي لا يكمل المقطع. والله إني متأكد لما أخذنا الصورة ما كان في أحد ورانا. واحد من المتابعين نزل فيديو في التيك توك، شوفوا معايا. ولا ودي إني أراجعها من جد. هل نحن وحدنا؟ طبعاً زي ما انتم شايفين صوروا صورة، ولكن ما كانوا يدرون ان معهم ضيف من عالم آخر. بس أنا مستغرب وش الجني اللي ما استحى من القرآن؟ ثالث فيديو، هذا شخص تيك توكر، تخيلوا وهو جالس يصور مقطع ويشكي، جالس يشكي ويعاني من المنزل، يقول انه يسمع اصوات ويشوف اشياء. سبحان الله اثناء تصويره ولا تدرون شلون؟ شوفوا وش صار معه اثناء التصوير. امسكوا قلوبكم، ترى الفيديو مو طبيعي. دائما اكلم اهلي اقول لهم اسمع صوت بالبيت، انت في اسمع صوت، وكلم العيال نفس الهرجه. يمين بالله اعوذ بالله، ربي تحرك يا ما، ربي تحرك، يمين بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. ايش ده ايش ده؟ اسمع ها ها ها، ورب لا تطلع، ورب لا تطلع جوا. للأمانة أكثر ما خوفا ردة فعله مخيفة أكثر من الفيديو كله، أو أكثر نقول من تحريك الماسات. وهذه ردة فعله مرعبة جدا، ولكن أحس ردة فعله حقيقية، ولكن ما أدري ممكن بعد يكون الفيديو تمثيل، ترى ما هو كل شيء يتصدق. ورب لا تطلع، ورب لا تطلع جوا. رابعا، هذا الفيديو سبحان الله مو مرعب لكنه غريب فوق سبحان الله تصور العقول. تخيلوا مغامر راح البيت مهجور، البيت المهجور ما فيه اي كهرب، فجأة طل من تحت الباب سمع صوت واحد يقرا قرآن. يا سبحان الواحد الاح، شيء ما تتصوروا العقول. امسكوا عقولكم وشوفوا الفيديو. ترى فيه مطفى الطبلون مفصول، شوف اسمع، سبحان الله، اسمع سبحان الله. طبعا بعدين راحوا له ناس يتأكدون هل حقيقي هذا الكلام ان في شخص يقرأ قرآن ببيت مهجور، وشوفوا وش كانت النتيجة. هذا بيت صغير بالفلح، في واحد يقرأ قرآن بيدعي، والبيبان كلها مسكرة وقفل، بيت مهجور ما شاء الله على صوته. هل هو انسان او لا جن ما ادري، مقرفونة عنده. you
أنا بالبداية قلت ممكن صاحب هذا المنزل حط سماعات وشغل قرآن مثلا وسافر، ولكن يوم فكرت إن ما في كهرب بالبيت، وحتى لو حط سماعات رسمها لست ساعات فاضيات شحن. سبحان الله، قرآن مجاني وبلا انترنت. ما عندي تعليق أجمل من كلمة سبحان الله. خامسا، من أول نسمع إن الكاميرا تكشف ألجن لحظات. الحين بوريكم فيديو. الاثنين كانوا يتمازحون وجالسين يصورون بنفس الوقت، الوكاد إنهم مستنسين، وفجأة دفع على السرير. البنت رفعت راسه إلا وجهها وجه الشيطان. أبوريكم الفيديو الحين، امسكوا لقلوبكم ترو جد الفيديو يخرع. خلوكم مع المقطع وركزوا زين. طبعا انا غالبا للامانه الفيديوهات الاجنبيه ما اصدقه، انا جاني معروفين انهم محترفين مونتاج ومحترفين تمثيل، مستحيل اصدق منهم اي شيء، ولكن ايضا ممكن يكون الفيديو حقيقي. سادسا، وهذا صراحه من الفيديوهات المضحكه، من المنشنات اللي خلت أن اضحك للامانه، هذول اثنين جالسين يصورون، طبعا يصورون قط اسود ويقولون له اذا انت شيطان قل مياو. شوفوا الفيديو. اذا انت شيطان قل مياو. للأمانة انها مظلموه، من وجهها هذه القطة واضح انها بريئة، واضح بعد انها على نياتها، صراحة انظلمت. اذا انت شيطان قول مياو. سابعا، هذا فيديو مصوره شخص قبل 4 سنوات وتو يركز بالفيديو ويكتشف ان الفيديو مو طبيعي. طبعا هذا الفيديو اذا ما ركزت ما راح تشوف اي شيء، مثلكم انا قبل عجزت لا اشوف اي شيء لين ما قربت الفيديو. يبيلكم تركيز، شوفوا المقطع. اتوقع كلكم بعد ممكن ما انتبه، لكن ركزوا زين وصدقوني راح تشوفون وش اللي مر. يبيلكم تركيز، جد فيديو مرعب. ثامن فيديو، وهذا الفيديو للامانه انا ماني مقتنع انه حقيقي 100%. شخص داخل بيت مهجور، التفت وراه ولاحظ ان المكنسه واقفه. امسكوا قلوبكم وشوفوا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، وما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. والله عجزت لأقتنع أن الفيديو حقيقي نهائيا. جد أهنيك إذا وصلت لهذه الدقيقة، أهنيك على قوة قلبك إنك قدرت تكمل هذا الفيديو، وشكرا لك على المشاهدة من قلبي. وإذا وصلت لهذه الثانية أثبت لي وجودك وحط لي بالتعليقات هذا الإيموجي، ولا لا 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 عرفوه هذا الإيموجي صراحة، اللي ما كمل الفيديو يحطه، حطوا لي هذا الإيموجي إذا كملتوا الفيديو للآخر. أعيد وأكرر أشكرك على قوة قلبك، بس هذا كان الفيديو، مع السلامة وبالتوفيق. Jamming, 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 your boy up to something.